بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. الإسلام ليس دينا جامدا متقوقعا، إنه دين متحرك سيال، ينتقل من قلب إلى قلب ومن فكر إلى فكر، ويتجاوز الأقطار إلى ما وراءها. عدته في ذلك أو أدواته الأولى هي تذكير الناس، تعليم الجاهل، إيقاظ الغافل، تنشيط الخامل. إنه يعتمد على الفكر وحريته وعلى الإرادة الإنسانية واتجاهها، لا يلجأ إلى إكراه، ولا يتصور في حقه أن يضغط على إنسان كي يحمله على إيمان. إنني أشعر بصدق الدعوة ونبل الغرض وعظمة الإخلاص وتقدير الخصم عندما أقرأ قوله تعالى وهو يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام كيف يدعو وكيف يعطي فرصا لخصومه كي يتدبروا ما عنده. يقول الله له: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لا حجة بيننا وبينكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. نجد في هذا التوجيه أن الإسلام يدعو ولا يفكر وهو يدعو إلا في أن يقنع الناس بما لديه من رشد وما حوى كتابه من حق. أحيانا أنظر إلى دعوات المرسلين وهي تتجه إلى الناس، فيعجبني في هذا موقف شعيب وهو يعرض الدين على قومه ويعالج بأناه العلل التي شاعت بينهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إن الله جل وعلا بدينه وهداه أصلح الأرض وأقام الموازين القسط بين الناس، فلا ينبغي أن يفسد الناس مجتمعهم ولا أن يثيروا الفوضى في البر والبحر بسبب تصرفاتهم هي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم يقول شعيب: لماذا تلقون الدعاة إلى الله بالحجر على حرياتهم وبإطلاق الألسنة التي تنال منهم وتهدد أتباعهم وتبعثر العوائق في طريق الخير الذي يرسمونه للناس؟ يقول: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم يمضي شعيب في نصحه ويقول لخصومه: إذا كنتم ترفضون ما لدي من حق فلماذا تستعجلون المعارك وتؤثرون الخصومة؟ دعوا للمستقبل أن يبت فيما بيننا وبينكم من قضايا، دعوا للزمن أن ينضج الآراء
وأن يعرف كل إنسان ما عنده إن كان خيرا أو إن كان شرا. وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. لكن هذه المناشدة الرقيقة وهذا الأدب الجمل لم يفلح في إقناع أعداء الله، وكان ردهم على شعيب وعلى كل من ابتغى الإصلاح وقدم للناس الهدى، كان ردهم كما لخص في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فماذا يصنع المرسلون بإزاء هذا التحدي؟ لم يفلح الدليل، لم يفلح الإقناع. صوت القلم وهو يكتب أو صوت الألسنة وهي تهدر لم يأخذ طريقه إلى الآذان ولا إلى السرائر، بل اعترض هذا كله التهديد والوعيد والتخويف والإكراه: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هنا ما بد من أن يتحرك السيف، لا لكي يعتدي ولكن لكي يمنع العدوان. ولهذا حددت أغراض الجهاد الإسلامي بثلاثة أغراض لا غرض بعد ذلك. الأول هو حماية الدعوة وتمكين الرسل من أن يقولوا ما لديهم. لماذا تغلق فمي وتمنعني من أن أتكلم؟ دعني أقول للناس أن أتكلم، دعني أقول للناس ما ألهمني الله به من رشد. فإن كنت معترضا فقومني بالدليل ولا تقومني بالعصر. الجهاد هنا ينشأ عندما أجد أن الخصوم انتضوا السلاح لكي يمنعوني من الكلام، أو يمنعوا الحق من أن يصل إلى القلوب والآذان. وما أظن أحدا يقول إن الجهاد هنا موضع ريبة أو أن أصحابه يلامون.